اقطع السكر. اه ما انا عايز اقطعه بس مش عارف. لا اقطع السكر. طيب ازاي اقطع السكر؟ انا بنصحك تقطع السكر. ما انا متقبل النصيحة بس مش عارف ازاي اقطعه. كل الناس بتقولك اقطع السكر بس مفيش حد قالك ازاي تقطع السكر. هقولك على كذا حاجة تقطع بيها السكر، ولو ما نفعوش هقولك على حاجة في اخر الفيديو تخليها بديل للسكر يا سكر. اولا لو بتنام كويس بيحصل عندك توازن في الهرمونات وبيقلل عندك شعورك بالجوع. اتنين البروتين زي اللحوم والعدس والفول واللحمة والسمك بيديك شعور بالشبع وبياخد فترة اطول في الهضم. تلاتة بلاش تبعد وقت الوجبات عن بعض، يعني مثلا بلاش تفطر الساعة 9 وتاخد وجبة الغداء العشاء، قرب وقت الوجبات من بعض. 4 شرب المية بيقلل عندك العطش وبيقلل عندك برضو الجوع. طيب لو معرفتش تعمل ده كله خليك معايا، بدل العصير بالفواكه الطازة، بدل الشوكولاتة العادية بالدارك شوكولات او الشوكولاتة الداكنة، بدل السكر العادي بسكر دايت او بسكر استيفيانا. وبكده اقدر اقولك